الوساوس من من؟ زنوية الوساوس التي تأتيك تأتيك من من؟ من الرحمن أو من الشيطان؟ أبني الله سبحانه وتعالى ليه تم يفوق سعد من الشيطان؟ من الشيطان. إذا لماذا نلتفت للوساوس؟ كانوا جانا برا من برا ما تمسكنا برا من ليكنا من جاي مرين فكفناه زي ما قالوا السكرين. أنت تعبد من؟ ينود من يكون شيء. تعبد الشيطان؟ ما نكون شيطان دين. إذا تعبد الشيطان امشي وراء الوساوس. كروزك ينود زي ما نود من يكون شيطان دي أراح سيلنا مرين فكفناه من سجيس زي ما قالوا السكرين. وإذا تعبد الله سبحانه وتعالى تترك الوساوس. الشيطان يبدأ بوساوس قليلة قليلة ثم تزيد 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 حتى يصبح هذا عبدا للشيطان نسأل الله العافية والسلام. زين برا من كل فيس الشيطان برا من كل فيس ما كنت فقط أنا يمسك من زمان كثير ولوان ما نمكن زمان كثير زيد من حال الدنيا جديد. جسكي ميفارم لريحة ممكن شيطان مثلا اللي يقول لك زي الطنار كنت زي نعم.